مشاهدينا وين ما كنتم مرحبا بكم، صحة فطوركم وصحة سهرتكم. مرحبا بكم في برنامج السهرانة، هنا باش نقضيو وتقضيو معنا وقت ممتع مع فنانين وممثلين ومحاضرين معنا، حبوا أنهم يكونوا معنا. لكم أنتم مشاهدينا فنانة ممثلة، احنا أولا نحبوها كثير في الفريق التقني والفريق لهم معايا، وأكيد كل الجزائريين يحبوها. الممثلة الجميلة والأنيقة سويلة معلم راهي معنا، مرحبا بك. ميرسي أنيسة، شكرا على الدعوة. مساء الخير مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم، وعندك بوبليك بزاف هايل. يعطيك الصحة وإن شاء الله نقضيو سهرة جميلة. سيغمون معاك أنت يا. يعطيك الصحة، شكرا. كذلك معليش من بعد نعاود نولي لكم زبير ورشيد محمد. يلا. نرحب كذلك بممثل أحمد زيتوني اللي في كل دور عنده بصمة خاصة له، رغم يعني هو شاب صاعد لكن عنده بصمة. مرحبا بك وصحة فطورك. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أنيسة بور لانفيتاسيون، ميرسي بور البوبليك، ميرسي المشاهدين اللي نشوفوا في ناس حرام دانكم، صحة فطوركم. جو تري كونتون اني معكم اليوم. يعطيك الصحة، وأكيد راح نتكلموا على كل أدوارك اللي قمت بها. أحمد زيتوني كذلك لي جون تالون راهو نمدوا لهم فرصة أنهم يكونوا معنا. نرحب بياسين خالدي جون تالون اللي فاز في مسابقة جامين، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. ربي يحفظك أنيسة على هذه الانفيتاسيون، اللي راني فرحان معكم اليوم مشاهدين تاني، صحة فطوركم صحة رمضانكم. إيه إن شاء الله تفوت شابة إن شاء الله. يعطيك صحة. وشوف ياسين أنت يا جون تالون، أنا رمضان كاع والزبير وسالي ومام رمزي نهار كم يقولوا لي أنيسة إحنا نغنوا ونعرفوا. ياسين اليوم قول لهم كيف كيف الدعوة في الغناء. إن شاء الله تكون. ما في أول واحد يكذب. لا 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 كذبت، ما في أول. زبير تقع فينا وحنا كاع في الغاية. لا 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 سالي سالي انت يا السكر تاع القعده، حتى بهدلتينا مع السيد بني هكا وانت قبلنا. انتوا قدام فنانين وقلتوا خليناكم ديتونيو، معليش جون تالون شويه شويه. لا لا مستعد اختي سمحي لي انا نكذب. مالا زبير في وحده في اختي العاديه ما يدخلوش بيناتها. يلا سالي صحة فطورك ومرحبا بك. صحة فطورك نساء، صحة فطوركم كامل مون شير بيبليك. صحة فطور بالبنية العزيزة البيبيشة تاعنا الحلوة السكر. سويلة مرحبا بيك ماما. الله يسلمك سالي، جيتي تري كونتونت اللي شفتك، صافي لونتون ما شفتهاش. فوالا سيتي فريمون جيتي ايمي قبيلة كي شفتك، على بالي نحبك وعزيزة على قلبي. يعيشك ماما العزيزة، مرحبا بيك. يعيشك. اي ماماد ما عندنا ما نقولوا. ماماد باغمي لي جون تالون اللي عرفتهم في سويتشر وانبهرت بيك. وما زالت المسيره تاعك مازال يبهر، مازال يبهر. سي لو شوشو دي ستار وستيلي، عنده واحد ستيل قاتل. ولدي مرحبا بك وان شاء الله ما تهبلش معنا هي وسط الامبيونس، باسكو هذاك فريق عدو من الالف صعيده. زبير عدو ماشي كاع الفريق سالي. اللي قعد من تما الله غالب عليه يتحمل المسؤولية. سهيلة ضيفة خطيرة. خلاص يلا رمزي مرحبا بك. أنيسة الله يسلمك. صح فطورك. صح فطورك أنيسة، صح فطور الببليك اللي راه معنا اليوم المشاهدين. اليوم تشكيلة راهي اليوم. شوفي سالي ورمزي طاح معاكم ياسين باسكو الكويز جو بونس كو لا باس مع هذاك. لا دي شونسون كوم فرونسي ياسين او فرونسي. إلى تري بلاد إلى تري ايزي تشاك بارتي 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 بارتي. مي كان ريكارد با. D'accord, donne-nous une phrase en français correcte. Jamais. Elle est correcte déjà. ربي ان شاء الله تفوزوا بالكويز، ميم راكم قلال بصح ان شاء الله. سي كوا الكويز؟ شنو هو الكويز؟ شنو هو الكويز؟ نعم كاين كويز ميوزيكال على فور وين زبير كل يوم يخسر ميم جامي. انا ماماد دوكا بالك ماماد بالك يعاون. جبنا البرنامج الوحيد اللي في الترحيب نبداو ايميسيون مازال ما كملناش الترحيب. يلا رشيد مرحبا بك وصحة فطورك. طول عمرك صحة فطورك وصحة فطور كاع الشعب الجزائري والبيبليك تال ممكن لي فورميداب كاع رانا ندلقوا له نقولوا البيبليك باش تصفق البيبليك. اليوم فريمون البلاطو بيان غارني، راهي معايا اختي سهيله قامه، خويا احمد، ياسين،
اللي فريمون خلعني وغادي يخلعكم من بعد ان شاء الله. شكرا ومرحبا بكم. يعطيك صحه رشيد اوغلي، نديروا معاه دورا في كل برنامج. زبير بالحب مرحبا بك. الله يبارك فيك. وصحه فطورك. بس قبل ما تبدا لا غيجيا حتمد لك الدخله ومن بعد تكمل انت. واش راهم تقال شويه لا غيجيا؟ واه راهم تقال. ان كلان دوي ليمن شنو يقول لك انا انت اختي ان كلان دوي ليس سنتيني اي يا اخوات وحدنا اسمح لي ايديات قاسم بالله اما كنت الواحد اللي طحت من كرسي قاسم بورتو كانت كيقولوا لها سويلة بورتو بوا بوا والله ما طاحت ميزان سهيلة بصح شكون سهيلة؟ سهيلة تاع فارس سهيلة فارس تاع ميزان نو اغيت سهيلة اغيت سي با توا داكور سهيلة فارس كانت قاعدة فارس سهيلة فارس داكور قاسم بلا سهيلة بوا ما شاء الله هذو ما يقطعوش في وجهك هذه من تروحي ياك صحا لا اقسم بالله يقطع لساني ويقطع لساني العديان ما نهضر فيك اي صح هذا الكرسي تماك يطيح لي زنبيتي ولا كيفاش لا المزاح برك والله غير المزاح لا وني طران دو فاغيغ سي تو يلا زبير بيبريك توحشك اليسا نقول لك صحه طورك شيخ غادي نبهرك بالاصوات وبالحروف وبالمخارج الحروف والهواء والهواء كاين هواء غادي يولي يخرج منا زبير لا غيجي قال لكم غاولوا لانه بعد الترحيب بالنحو الفاصل فاصل وانا واصل يلا سمحي لي عدوتي صحة طورك رمزي الله يسهل جيتك كاس غير جيتك ما اسكت بلع رشيد توحشتك محمد سوسو اقسم لك بالله اني فرحان في وسطكم خلاص معليش سالي 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 اليوم ما كاش قاعده والله غير على وجهك داكور وعلى وجه ريزان فيتي يلا صح تعال طارق سالي فوالا هاي الهدنه سالي باش نجوزوا برنامج جامد يلا سالي زبير سالي ما كي توالو سالي قاعده تردنا ولادها بالترحيب والله اي بابا اي مامي اي تعبان انت لا تنفع اي بنتي يا ميمة حق الخير يا الشجاع يا الشارف ولي يجمعوا حداها كاع ولادها مرحبا بولدي مرحبا يا الشارف يا الشيبوخ هذه ظرافه من سيدي ظرافه معليش تعجبني بزاف اسمح لي تعجبني بزاف هضره سالي صح عندك واحد هضرنا عليها له البارح انا وياك بزاف حلوه جو بونس سي سا فاصون دو بارلي لا وحلوه وهذه هي صيغه عار على سالي سهيلة نبداو نتكلموا على قلنا الممثلة اللي بانت في رمضان بعمل جديد اللي هو أخو البنات كيفاش راكي تعيشي أصداء هاد السلسلة الفكاهية مع خساني وكل الفريق اللي عمل معك وخاصة أنه خلاص دوك سهيلة معلم ولفناها باللهجة الوهرانية أحكي لنا على الأصداء كيفاش ممثلة كيما سهيلة معلم تعيش الأصداء حتى ولو عندك تجربة كبيرة في الأعمال الرمضانية لكن أخو البنات كيفاش راكم تعيشوا انتيا وكاع الفريق ولا حقيقة أنا كنت نضحك ديجا في البلاطو مع خساني بيان سور أنا يقتلني بالضحك محمد خساني دايوغ زبير يعرفو تخي تخي بيان دونك كنت على بالي بلي يعني يقدر يعني ينجح بصح ما كنتش يعني نظن بهذيك النسبة لأنه كان البرومييي جور كان هو الأول يعني تراند نيميرو أن وراني فرحانه لانه عمل يعني تعبنا فيه والحمد لله كاين اصداء جيده ويعني كاين اللي عجبهم وكاين اللي ما عجبهمش معليش هذا هو العمل هذا هو العمل
وحتى في تيك توك لي تيك توك رواج كبير لي فيديو تاع اخو البنات سي فري في تيك توك كاين بزاف هكا دي فيديو لي باساج قصار يحطوهم بعد جوستمون ما تفوت الحلقه و فوالا جو سوي تري كونتانت والحمد لله ومبروك لكامل الفريق و في اون رياليتي احنا على بالنا بلي كان ليك ادوار باللهجه الوهرانيه بصح ما تخلطوش عليك اللهجات يعني في الصح سي تخلطوا عليا انا سي ما دوزيام اكسبيريونس نو سي لا ثوازيام اكسبيريونس باللهجه الوهرانيه في الكوميديا في الكوميديا بزاف واعره باغ اكزومبل الاكسبيريونس تاعي الاولى كي كانت في ولاد الحلال كان عندي النص مكتوب شغل نحترم فريمون النص الحوار النص ولكن مع خساني مستحيل تحترمي النص لانه عنده الارتجال لامبروفيزاسيون يا خاوتي ما يحبش تلقايني انا من بعدك ديفا شغل تجيني صعوبه باسكو تخرج لي بالعاصميه باللهجه العاصميه ومن بعدك نعاود نقول لا ما نقولوش هكا نقولوا هكا وديفا يخرجوا دي باساج هكا في الحلقه يمكن انا نكون غلط في الكلمه نقولها بالعاصميه نعاودها نقولها باللهجه الوهرانيه ولكن في المونتاج ياخذوها باللهجه العاصميه علاش لانه المشهد يكون فيه باغ اكزومبل خلل تقني انفلو ولا دونك يدوها باللهجه بصح وحتى في الحقيقه ما يتخلطولكش اللهجه دوك راكي تضرب الوهرانيه في الدار ولا مع الزملاء يتخلطوا لي ونيشان وشوالا وكي داير وطع كي داير سورتو ان فيت وقتاش بديت فريمون فريمون سيتي في عرب كاستينغ كي كنا في لبنان كي قعدت مع زميلي زبير بالحر 4 شهور وهو معايا تماك بديت نرفد حتى حنا وقيلا بدينا انا ما عرفتش تكلميها حنا عندنا زبير ورشيد في زوج بالوهرانيه ايه ما شاء الله حنا عندنا بزاف لهجات شابين في الجزائر كنت نهدر معها مقبله باللهجه الصيفيه ولات صيفيه ديريكت ودنك فيا كي نروح للصيف نولي نهدر صيفي يعني كاين شويه كلمات بيان سور فوالا مي سيتي اون بال اكسبيريونس سي فري كي يكون عندك فريق حنا هكذا قبل ما نبداو البرنامج نبداو نضحكوا قبل البرنامج وحتى نخافوا انه لينيرجي تاعنا تروح قبل البرنامج وفي البرنامج ما نمدوش انتوما نفس الشيء خاساني نفس لي كوليس يكون قتلكم بالضحك قبل التورناج هو ومروان قروابي اللي نحييه مروان ما يحبسوش في قبل التورناج عندهم الله يبارك واحد الطاقه واحد لينيرجي فريمون انا نعيا ما نقدرش دونك وسهيلة هذا منك انت حبيتي تدي عمل واحد في رمضان ولا تلقيتي عروض بصح انت حبيتي تتخصي لاخو البنات شوفي هي غير في الصيف تكلموا لي على هذا المشروع تاع اخو البنات في الاول كان فيها نورمالمون في الكونسيبت يعني الاولاني نورمالمون يكونوا فيها اربعه كانت مقترحه كانت مينا الشطار انا جوبونس مانيش فيها في الكاستينغ اكزاكتومون ولكن بعد لقيت بلي قال لك فوالا ما عندناش فوالا ما قعدناش بزاف الوقت ومنا ومينا راحت لي نحييها وجلا فيليسيت بوغ سون اكوشمون مبروك عليها دونك فوالا دونك بدات اكزاكتومون غير زوج كانت تجربه مع ساره العلامه دونك فكريني تعيشي فكريني ايش قلتي لي من هل تلقيتي عروض ولا انت حبيتي تتخصصي غير لعمل واحد الوغ كي تقترحوا عليا هذا العمل قلت اوكي خلاص نمد لكم الكلمه راني معاكم ليكيب باسكو كوم سي ليكيب لي مولفه نخدم معاها قلت عطيتهم الكلمه ديالي ولكن في الدراما لا ما تلقيتش عروض في الدراما في الدراما ما تلقيتش عروض وكاين دي كيما يقولوا دي برودكسيون داروا تاع دراما على ديرنيير مينوت حنا كنا ديجا في التصوير ويعني ما وعلى بالهم بلي سهيله اللي ديجا بريز لهذاك العمل معيش نتفرغ العمل باسكو ما نقدرش نوفق الوقت ما يكفيش تري بيان من بعد اكيد نعاود نولي لسهيله باش نتكلموا على كل الاعمال ديال رمضان نجي لاحمد زيتوني قلنا انه كل احمد زيتوني واستخدام ممكن يعيطوا لك لقمان كاريمون المشاركه ديالك في 10 على 10 وكاين اللي شافوا كذلك في سويتشرز بهذاك جون كنت محفف في اللي عطيت لنا واحد هكذا سي ان جون تالون تري ميستيريو ان فيت ميم شخصيتك اللي تري ميستيريوز في الحقيقه الناس اللي ما يعرفوكش فعندك طابع خاص وكذلك المشاركه ديالك الاخيره في لا ديرنيير غير احكي لنا على هذه المشاركة تاع أحمد زيتوني اللي في كل يوم يعني مام قليلة وما تتكلمش بزاف بصح عندها صبغة خاصة لك تاجور ولا بالك كاين ممثل اللي تحب تشبه له انترناسيونال
ولا سي طون كاركتير كي كوم سا وشنو هي الطبع تاعك؟ باش ما نكذبش عليك سي ان شوا هو سي ان شوا كاين ما كانش ممثل حاب نشبه له ولا نو ما كانش ما كانش ممثل حاب نشبه له كي بديت انا كان عندي 20 طون كي بديت بديت افيك ان برودوي كي تي بيان سي تي سويتشرز اللي مازالو عايش جوسكا مانون لو سوكسي تاعو اي باش باش نختار هكذا مشاريع ولا نقبل عروضات ولا جوغوفيس دي عروض منا ومنا كان دي فوا صعيبه عليا هذا سي ان ريسك سي ان ريسك سي ان شوا فات سي ان شوا سي ان ريسك كامل الممثلين كيما زوبير كيما سالي كاين اللي يحبوا يخدموا دي بروجي اللي هما يساعدوهم كاين اللي يحبوا يخدموا دي بروجي بالك ما يساعدوهمش بدي فوا سي ان بيزوان مي انا لقيت روحي محطوط في واحد لاكاز تاع جو ريسك دي فوا حياتي على جال خدمتي دي فوا جو ريسك دي فوا ما نخدمش عام باغ اكزومبل لا جي صافي انا ما خدمتش اي مي كي نخدم خدمه زعما في بروجي واحد ولا اللي هذاك البروجي بالك يجيب لي دوتر اوبورتونيتي يحل لي بيبان واحد اخرين ولا دي فوا كل خطره كيفاش دايره الحكايه فهمتيني باغ اكزومبل دانييرمون درنا لو فيلم الملكه الاخيره مع عادل مدمادي داميا اونوري بعد هذا الفيلم عاودت وليت به للسينما اي ابري نحكيو على الاكسبيريونس تاعي في الفيلم هذايا مي باش نقول لك بلي شوي ميستيريو شي با ميستيريو شي كاكان لي كي شوازي بصح لا لا على الانستغرام على الانستغرام لا لا انستغرام عندك طون موند نو شوفي سور انستغرام واش يشوف واه واش يشوفوا الناس انستغرام هذوك سي دي بيرفورمانس اللي انا نكريهم سي دي بيرسوناج كو انا مو ميم جي لي كري باسكو انا ابارت تمتي الناس بالك تعرفني كوم ممثل برك بصح انا عندي بليزيور كاسكيت نخدم اون طونك ديريكتور ارتستيك جو في لا رياليزاسيون جو في لا بوست برودكسيون اون طونك ديريكتور ارتستيك جو في لا بيرفورمانس جو في دي تيير دون لا رو دونك جو في tout ce qui concerne mon travail en tant qu'acteur en mesou بصح احمد زيتوني ما تخافش الان لما يكون كاستينغ بالك المخرج ولا المنتج ما يتصلش بك لانه يشوف باللي ما تقبلش معظم الاعمال فربما يقول لك ما كان نعيطوا له لانه سيغ ماش راح يقبل نو كاين يقولوا ديفا يقولوا احمد زيتوني الكاشي تاعو غالي بزاف الوغ ما يعيطوليش ميم با هذه الوغ ما يعيطوليش ميم با اي كاين دي جون كيخرجوا عليك دي رومور اي تو سا جوست بور تو كازي دون اون سيرتين باش ينحوك من العمل نهائيا وين ينحوك من العمل مي ابخي جو مفون انا نعرف الطالون تاعي ونعرف لي كاباسيتي تاعي وين رايحين وجو سي بلي كي واحد دير فيا كونفيونس ماش حيندم نعطيك سؤال الاعمال الرمضانيه اللي جازوا هذا العام واش من العمل اللي كنت تشوف روحك فيه انه لو كان مثلت كنت تمد في هذاك العمل انا ما شفت كلش هذا العمل ما نكذبش عليك شفت دو بروجي اللي راني نشوف فيهم بزاف عند داما شفت داما وشفت بطحه ما عجب دي بالك ان دي دو بالك كنت قادر نكون فيه فوالا مي في هاد لي دو سي دي بروجي لي فريمون عجبوني هاد العام ما شفتش كلش مي او مو راك صارت شافو يعني نقدروا نشوفوك في عمل درامي هكذاك وي اون فا درام درت دراما افيك 10 على 10 سيتي كوميدي دراماتيك مي لو رول تاعي سي سا توشي بلوس درام كو الكوميك بصح حنا في الجزائر نعتبروه اكثر كوميدي كوميك وي نو مي 10 على 10 سي بلوس درام كوميك سي درام كوميك دراما في لا سيزون 3 ميم 2 دو شويه على 2 2 3 سي بلوس بصح الجزائريين كي تطرح لهم سؤال يقول لك نضحكوا حنا اكزاكتومون سا وي باسكو نديرو في الخانه تاعكم كوميدي دراماتيك مازال 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 لي با انكور بيان انستالي في الجزائر ماشي مشاريع في الخانه ديالو بصح من بعد نعاود نولي للدور ديالك اللي اكيد حبيتو وعرفت انه حبيت هذاك الدور اللي قمت به في لا ديرنيير غان من بعد نتكلموا عليه وعلى لي كوستيم نروح لو جون تالون ديالنا ياسين اولا نقولوا لك مبروك لي فزت في لي جون تالون في جيمين في المسابقه نقول لك برافو ما تحييوهش فاز كمان الوغ قول لي ياسين في لو موند هذا اللي رانا فيه تعدد الطبوع وعلى بالك ميم ستيل زنقاوي الشعبي الراي كاع هاد الطبوع اللي كاين حتى الاندلسي وعنده طابعه وعنده مكانته في الجزائر كيفاش ان جون تالون يقدر يدي سا بلاس في هاد لو موند تري رابيد اولا رانا في الفن سريع جدا عندنا لي جون تالون يبانوا مغني بالك ما دارش البوز يدير غنيه يبان انت يا قول لي كيفاش قدرت الان وراك معنا الحمد لله فقط ياسين قل لي كيفاش راك تشوف هاد لو موند اللي راك داخل ليه بخطوات كبيره لانه على بالي بلي صوتك جميل احكي لنا على المشاركه ديالك مثلا في هاد جيمين شكون لي جامين دونك جامين اون فان هو جام داز كاع من جام انا ملي كنت صغير نبغي جام ولي نحييه ثاني على كل حال
الفن اللي نبغيه ونحترمه ونحترم بزاف الشيء زعما اللي راه يدير اللي راه يديرها معايا. اي توجور مبرونشي معاه جام سواء في لي كونسير في كل شيء. الوغ كي بانت هذا الكونكور انا قلت ماذا بيا نفجر القدرات ماذا بيا زعما لو كان بارتيسيبي ولو كان زعما غير نوصل وين نشوف هكا داك الارتيست جام اي لا تروب تاعه مام كاميليا اي الجروب تاعه سي مانيفيك هادو كاع. تما بارتيسيبيت قلت تما ان شاء الله نروح بها كما جات جي. يعني ما كنتش قاعد ضن بلي راك حتفوز ما كنتش دايرها كاع في الراس. قلت المهم نشوف جام ونشوف الفريق و لا قلت زعما وين لحقت سيرتان مومون باسكو ميم اللي كانوا معايا سي دي شونتر ثاني واعرين اللي كانوا معايا في لا فينال. اي قلت ما معليش جا واحد مومون قلت معليش انا راني جاي نشوف جام نشوف هذا طب بريمير انخلعت خلعوني على بالك بري خلعوني ايوا بشويه بشويه ان شاء الله راهي ماشيه الحمد لله وفزت بريمي بلاس الحمد لله. دوكا سي كوا وشنو هو الطابع الموسيقي اللي راك حاب تمشي عليه الان؟ ربما بالك في البدايه نعاودوا لي كوفر لي بلي بيل شونسون بالك الميول ديالك، لكن الان على بالي بلي راك اكيد درت غنيه وراح تخرج، فواش واش نستناو من الطابع الموسيقي ديال سي الراي تو سامبلومون سي الراي باسكو انا جاي من سعيده باينه سعيده سي اي ما سعيده معروفه بهذا اللار هذا تاع الراي سيرتو لونسيان. واش من الارتيست راي اللي فنان اللي فريمون يحبهم ياسين وسي لانسبيراسيون ديالو؟ سي كاع تما كي تقولي الراي تقولي خالد تقولي مامي ما تعيا زعما تقولي في الراي ما توصليش يعني هكذا مجموعه ماشي واحد سبيسيالمون. اي ليق ليق كيما هاك من تدي من ذا تدي من ذا تدي من ذا باش توصل ان شاء الله. يلا ياسين عطينا باغ كونتر وجد الاله ديالك باش نسمعوا. باغ كونتر وجد روحه هذا اللي يعرف يغني زعما يعرف يغني يعرف يغني من بعد اكيد ياسين يدير لنا حويجه وزبير يرجع له بالغناء بصح في هاد الفنانين اللي قلتهم. تعرف ياسين تعرف الشاب زبير؟ شاب زبير سامع بقلوة قلوة كاين شاب زبير كاين تعرف العين عليا برك هيا خلاص وبعد نسمعوا بين عليك أدور اون فات الغنية هذه راي قديمة اسمها مالي همالي هي أغنية ثانية أخرى سي راني محير كي قلت لي راي قديم يعني سي دو راي بروب فتفضل تحت تصفيقات الجمهور ليوه ليوه مالي مالي ليه ليه مول الصحة تنايفوه يا ربي يا سيدي عشق الخيانة يا ليه ليه عشق الخيانة ونشي حتى من القبر يا ربي يا سيدي راني محير انا سما داق صبر عقلي تودار بين البحر والموجات يا والبحر غمار واللي دخله يغرق ويبقى مشوار حوس على النجاة راني مزيار من نوم راني خايف لو كان نعرف ما نروحش للماشينات يوم مشي الصحبة صحبة ما كان فيه محبة يا عشق والقصبة يتعاد دعنا البازارة راني محير يا نسمة ذاق صبر عقلي تودار بين البحر والموجات يا والبحر غمار واللي دخله يغرق ويبقى مشوار حوس على النجاة
خليني دوكا نعاود دوكا الببليك يقعد نعاود نطرح لهم سؤال. بروميير بلاس ميريتي نعم ام لا؟ نعم رمزي. راح ديري الدوزيام تروازيام وتخليه يغني. لا لا معليش قلنا الرد. لا لا حنايا دوك الزبير يرد رشيد قبل ما نكمل. رمزي انا حاجه اللي غادي نقولها لكم هو الاولى ما وضحش هو قال لكم الراي بصح هو اللي سبيسياليزي في الراي القديم من عند القديم القديم قبيله فهمني انا كسمعت لافوا تاعه تا المو كيخلعني وعجبني والله يعطيك الصحه ويفيان دو سعيده انا جو لو كونسيدير كوميتون لو تروازيام سعيدي اللي غادي يدير كارير في الراي ابري بوطيبه سعيدي مامي باش نتفاهموا يا سينايدا بصم لك رشيد باش نتفاهموا الور دي هضره ها آه. نعاودوا موراها وقف لك الجمهور خويا شي سهله شي سهله اكزاكتومون بس سهيله مالغري تو لا لا زبير يرجع له بغنية الجمهور يخرج لا لا يقدر كلمي زبير الجمهور يخرج يخرج يقدر يقدر ليش كان يحسن على هذه الوقت ولا غيني مبحوح لا ايه سمحوا لي كذبت عليك سمعطينا حاجة بالبحة يا أخوتي أنا كذاب كنت بقري عليكم طعت في مول الفول رمضان قاع وانت يا جايبها معنا يلا ما تبهدلناش يقولوا لي كيف تاع السهرة فاشلين يعاونك هو لا لا خليني تعاوني تخاوي عاوني انت يا مامي غادي نعاود نعطي غنية تاع بلال صغير بلال كبير ماشي هذيك اللي ضلت عاود فيها الغنية وينها كاينه غنية عندي بزاف غنى نعاودها انا نبغي ندير لي كوفر يلا راه هذه ثاني قديمه راه بسم الله سافا سوسو والله ما ماد مرحبا بك صاحبي لا حول ولا لا لا غني كيما ما تي اون تران دو رير لا 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 دوك يسمعوك هاي تحك عليا لا 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 باش عليك وعلى غير تعقدوا تعقدوا الشباب تعقدوا لي جان طالون لا انا عدك شو السنه هذه يا روح هيا الله العظيم وخليني كمل لك وحكم التالية الا صراتي قصة خلصتها غالية دايرها بيدي أيوة. وراي داني بعيد وبقيت وحدي وجي باد لا بيتي اللي في القربة عالم بغير راب يا ما كنتش نشرب قازوز غير ما وليت يا هضره مليح برافو يا هضره تفرح يلا يلا مشاهدينا نروحوا قال لك قبل ما نروحوا الفاصل نسمعوا لا ريبونس تاع لا ريجي تاع الغنيه تاع زبير بالحر يلا باينه اداء ناجح قلتو نفتخر بلبسي وصفق على روحي انا نصفق على روحي يلا مشاهدينا فاصل ونرجع معكم مع قاعده فاميلي باي لا سهله بوكس دائما مع الكويز كويز اريد قاعده فاميلي باي سهله بوكس هذه المسابقه اللي تخص زبائن سهله بوكس نطرح عليكم كل سهره سؤال وكاين فائز واحد كل اسبوع يلا نحو جينجل قاعده فاميلي باي سهله بوكس اليوم راني مع زميلي رشيد رشيد اوغ نديرو دوره ولا كويز يلا كويز نديرو كويز اليوم وقتاش كتبت اغنيه للشاب حسني ربي يرحمه 1989 سنه 1989 اذا الجواب 1989 باش تشاركوا معنا في المسابقه ما عليكم الا تسكانيو لو كيو ار كود اللي راهو على الشاشه اللي ما عندوش لا بوكس سهله بوكس ما عليه غير يروح لفضاء اريدو باش يقتني هاد لا بوكس والا روحوا لو سيت شوف.اريدو.دي زد باش تربحوا في المسابقه على بالكم الجوائز راهي كبيره عندكم تلفزيون
صالون سني فانوس، لكن لازم تبعوا البرنامج برنامج السهرة باش تعرفوا الأجوبة للأسئلة. مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام، اليوم الامبيونس راكم او توب مع ضيوف، مع سالي رمزي رشيد وزبير. كاين حاجه ماشي نورمال. مامد احمد هو يتورني بمحكم محفف محسن واليوم جاني بهذا الشاطوطا داير كي لوي فابيان صدر لي قال زيماج زيماج خفت نروح نطيح خفت نروح الدوم لا لا بعد كيما راك بعد كيما راك ما تزغوش بزاف لا لا رشيد صافا كاين شان شويه كاين شان كاين لاباس الان واش رايكم نروحوا نديروا ريبلاي شوفوا اليوم ريبلاي عندكم لو شوا كاين الفنانين راهم لهنا ما شاء الله نروحوا نشوفوا ريبلاي السهره وبالك لهنا اون فاتورني حويجه يلا ريبلاي السهره غير نحي لكم القطايه نتاعكم نروحوا نبيعها في السوق. يلا ريبلاي 2023 في برنامج السهره. يلا انا الهندي. ماشا ولا الهندي؟ ماشا ولا الهندي؟ لا ماشا عند السوحلية. خلاص الهندي. هاك هاك. انا لا لا بصح بلف ولا راهم جابوا لك. لا باين شد بيريك. اغيتي شنو تخط هاي بصح شكون ورديه شكون يلا سالي شكون ورديه سهيله معلم يلا يلا خلاص ما نلعب عتيقه سالي انا ونلعب عتيقه يلا سالي عتيقه طوبال لنوجه لها تحيه نقولوا لها صحه رمضانها شكرا نايد مع الصباح شكرا ليك ما يلزمنيش عندها شهر وعندها خال شكون حمزه فخولي قويدر الزدار لا 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 هاي تلعب قويدر يلا مش دابس لا 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 فروحوا قدام الفوتوه قلت له تلعب ورديه شعري هاي انت هاي علي اروحوا منها هيا روحوا احنا هنا وهم هنا زبير ما تصور معك انا زبير هندي لوجي انا الهندي مين الهندي منا منا تي عتيقه منا سالي عتيقه سالي سهيله ورديه ثم معاه عثمان عليوات هيا جوزي ها هو عثمان عليوات جوزي معاه تي معاهم انت ثاني انت ثاني معاه بصح قولوا له واش يقول برك على باليش هو يقول واش قلت له واش قال باسكو ما شافش بيان اللقطه ما شافش بيان واه معليش هاك معانا مع اللي كيف تاع الهندستان صافي راه واش دين ها ها را بيرو ها را بيرو ها ها عرفوا واش راه يقول راه يقول لكم يفوا ديروا له شانجمون عطيكم مرتي شي ريش قراب وتعطوني الحاجه انا الحاجه قال لك لا نديرو شانجمون نعطيكم مرتي ريش قراب ويديك انت انا 90 كيلو شحم ولحم يبدلني بزوج كيلو بطاطا قول له يسود له السعد قول له هاري هاري لا لا قولها له انت يا اللي كلوفين هاري 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 شوف الحاج عيساوة هادي ها قالت عليك انت على زهرك هاي هاي لكم قال لكم والله 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 ما تقبلوش قطع لكم القطايه هذه ويروح يبيعها في السوق هاي 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 زبير قالوا لك بوليود بداو يبحثوا لك واه ديش عارك معك سمحي لي جابني حفه قول تاعك بزاف ساهل يلا كان هذا ريبلاي السهره ريبلاي 2023 ياسين يقول راني مليح في الموسيقى يا والله صح انيسه كي داك التواضع وديك لا سيمباتي
اللي قالت معاكم افيك بليزير. صح كل من لي زانفيتين ينادوا دار معنا هذا يا بليز ما بابو سويلة ما على باش ما باسي كو هاد لا روبريكا ناض ديريكت مثل يلا باش اسكت عليا تاني سويلة عندنا وحده ديما تحضر معنا في البلاطو تروح وتغيب اسمها ماشا 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 قالك ماشا كي طولت برا في الزنقه ولات هكا ولات هكا مي ثابت وي غير زوقه زوقه يلا سهيلة نروحوا نصور تعلقنا عليهم بكلمة وحتى أحمد زيتوني لأنه عمل مشترك قمتوا به اللي هو عاشو العاشر في بعض الممثلين نمدوا كلمة كذلك لأحمد زيتوني يمدوا لي الصورة الأولى حتى تعلقنا يلا صالح أقروت الممثل الكبير صالح أقروت زعيم الكوميديا دايوغ نحبه بزاف وشخص بزاف عزيز عليا غير كيما حنا شفنا هانو ماما دايوغ هنا في الجزائر نتمنى له الشفاء العاجل ونقولوا ان شاء الله ربي يشافيك وباش تعاود تولي لنا للشاشه باسكو بلاستيك بزاف راهي فارغه هاد العام حسينا الفراغ كثير العام اللي فات وهاد العام حسينا الفراغ ديال سويله شي كثير كبير فراغ كبير انه تعود الجمهور عليه ويحبوه بزاف محبوب الجزائريين يحبوه بزاف وخصوصا في الكوميديا لانه احنا في رمضان ولفنا نشوفوه انا دايوغ الناس كي كنا نشوفو وين الناس من حسيتي انا كي كنت صغيره بهادو اللي كبرت انا يا بوردي الله يرحمها بعثمان ريوات هما اللي خلاونا نحبوا الفن اجوردي وسويله قولي لي لانه كنت ما عرفتكش بعد ما مرض سويله حربي شافي ان شاء الله من هذا المنبر كل جزائريين يدعوا له يعاود يولي لنا للشاشه قولي لنا كيفاش كان التورناج تاع عاشو العاشر بلا سويله كيفاش كنتوا في الكواليس كيفاش هذاك الفراغ الرهيب اللي خلاه حنا كمشاهدين كاين اللي ما تقبلش الفراغ ديالو فانتوما كيف كنتوا في التورناج وهذاك الموسم اللي ما كانش فيه سويله والله شوفي نحكي لك على روحي أروح انا نتكلم على روحي من بعد ماماد كل واحد يتكلم على نفسه انا صراحه كنت نقول هكا نهضر مع روحي نقول زعما ينجح هذا الموسم بلا صالح ما شكيتش ومن بعد كنت نصب روحي نقول معليش بوتيتغ لو سيناريو يكون اقوى يمكن الاحداث تاع السيناريو تخلي المشاهد ماشي ينساه ولكن شغل اللي يتفاعل ويتبع يعني نعم يتبع الاستوار تاع يتبع الاستوار الحكايه ولكن في الكواليس كان خلانا فارغ كبير انا كنت نحس بهذاك لو مو كنت نحس بالفارغ وماشي غير هو لانه كان ما كانش تانيك معنا يا بدري الممثل يا بدري اللي يلعب جنرال فارس ما كانش الثاني لاحق بعد عندنا صورته ومن بعد عندنا صورته ما كانتش ماريا اللي لعبت الام ديالي اللي هي زوجة محمد يا بدري كنا نحسوا انا كنت نحس بالنقص سهيله قولي لي المره الاولى اللي سافر لفرنسا للعلاج وقالوا لكم انه نقلوه لفرنسا وراه مريض وكيفاش تلقيتي الخبر واش تي لو كي كنا راجعين من لونتيرمون تاع بلاحه تقريبا نخلي كنا مولين من لونتيرمون تاع بلاحه سيتي لو جور ميم تاع لونتيرمون تاع بلاحه الله يرحمه تما اللي قالوا لنا بلي كنا في معسكر وكنا رحنا شفنا العائله بلاحه الله يرحمه كي كنا مولين لالجي سمعنا بلي الممثل صالح قلت نقلوه لفرنسا وراه مريض بزاف وانا يو لو شوك فصون انايا هذاك العام ما نساش كامل لانه عام كحل عليا لقيت بزاف اخبار سيئه وكانوا يروحوا بزاف ناس عزاز عليا ما بيناتهمش فتره زعما سمانه اموا دو موا ضربه مرختها كنت ما نقدرش نوصف لك الاحساس رهيب تري تري توشي سهيله كي تلاقيتي معاه كي رحتي شفتيه بالك لهنا ماشي اول مره ولا كي المهم كي كان سويله حمريد وسهيله لقاتو هكذا في وتو وشنو هي الكلمه الاولى اللي قالها لك ولا الجمله كان فلو هكا كان فلو لي تاعو من بعد كان دخلت شفتو فرنسا بون انايا دخلت هكا سوريونت وقفت قدام باب بعد قلت له مولاي السلطان عاشو العاشر وبعدك هو هكا كشفني قال لي سهيله
ونض علي هكذا نض ودموع في عينيه وعنقته هكاك بديت نسلم عليه قلت له راني فرحانه اللي شفتك وبديت ندعي له قول له ربي شافيك. ما هضرناش بزاف على المرض وهذوك صوالح كنت نهضر له على ليكسبيريونس تاعي كيفاش خدمنا كيفاش واش راني واش جيت ندير في فرنسا باسكو كانت لا تورني تاع الفيلم اليوبوليس. بعدا قلت له قلت له كي راني هنايا راهم الفنانين كامل اللي يسقسوا عليك اللي يجي لباريس او يقول لي سيتو بليس كنت نقدروا نروحوا نشوفوا صالح مع بعض. دونك قلت له كامل هكا قال لي كيفاش يتزاير منا وتوحش يعني حقيقه. ونشكر بزاف 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 الزوجه تاعو فاطمه بالحاج هاو حقك سي جراند 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 فام امراه شجاعه قويه هي اللي جوبونس لعبت دور كبير 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 في زعما باش تطلع لو مورال سورتو الراحه النفسيه لصالح وتحيه كبيره ليها ان شاء الله. شكرا احمد زيتوني كلمه على الصوره نفس الشيء كي شفتوا سويلح ربي يخليك. انا مش نزيد على واش قالت سويلح بزاف. صالح هذيك سيتي لا بروميير فوا شفتو ابخي دي زاني من المرض تاعو. انا ثاني الكلمه الاولى اللي قالها لي قال لي انت نحبك بزاف قال لي انت نحبك بزاف ومسكين بكى بزاف. احنا ما قسيناش الدور روحنا بزاف مي هو بكى وتفكر بزاف ليامات تفكر بزاف ليامات اللي حس بلي ضيع وقت الفوز غير خاب يحب يعاودي يولي جو بونس وعلى بالي بلي عنده اون فولونتي كبيره باش يعاودي برا باسكو تو سباس لا كلش راه في المورال في المورال. حنا سينا نطلعوا له المورال ضحكنا معاه سورتو سورتو ضحكنا ضحكنا بزاف انا وسهيله كي حكى لنا كيفاش جالي عثمان عليه وتطلع عليه وفاو صرا بيناتهم واش قصروا عاود حكاه لنا قتلنا بالضحك عاد يقول لنا راهم ليامات اللي كانوا ليامات تعودنا عليه تعودنا عليه. سهيله كاينه حاجه تضحك هكذا في الكواليس مع سويلح وين ما قدرتوش تشدوا روحكم بزاف زعما اللي صح ما قدرتوش تشدوا روحكم بزاف هو يدي تري سبونتان هو ثاني عنده خرجات في لابروفيزاسيون واعره هو تاع لابروفيزاسيون فرونشمون يخرج لنا بخرجات وانتوا له كاع تضحكوا بعد انا وياسمين عماري هكا دموع دموع. اون فوا في واحد ليبيزود تاع الوباء. جا ليه شيبا جا ليه كومون سابيل محمد ديابدري وقال له مولاي قال له صدم علينا المملكه وباء قال له شكون هذا وباء؟ وجرايد من الكرسي عبالك هذيك. يلا ربي يشافي ويعاود يولي لنا وكاع الشعب توحشوا يلا صوره المواليه. الله لا لا بلاح انا جامي سيتو جوسكا ميتون دوك عنده عامين او اوني افريل هاد ليامات جو بونس درت عامين ملي مات ما قدرتش ننزه امبوسيبل امبوسيبل. هذا انسان تعلمنا منه بزاف تعلمنا منه بزاف ماشي كوتي بروفيسيونال برك بلا كوتي هيومان ايتار هيومان اللي هيومان هاد بنادم بزاف هيومان بس بزاف بالك ما يعرفوش في الكواليس بالك ما يجيش بزاف في ليزيميسيون ولا يهضر بزاف على حياته وتوسا بصح انسان اللي تعلمنا منه بزاف بزاف كسوا تواضع كسوا جي راكونت سا اصلا ميموار سمعنا قبل ما يموت عيطت تسي عليه واش راك وليدي ومنا ومنا واش يقول لي بعث لي لو كونسي سي بي تاعك بعث لك دراهم على بالي بلي مازال ما خلصتش انا اللي بعث لك ماشي تبعث لي قال لي لا لا نبعث لك نبعث لك انا خلاص خلص ونبعث لك نهار جي ابخي لا مور تاعو الله يرحمه كنت في لا شومبر اللي كان يرقد فيها كنت في لا شومبر اللي يرقد فيها هو كنت تما اي نو مانيش قادرين نامنوا بلي انسان مات ولا مازالو عايش في قلوبنا الروح تاعو مازالها معنا لي تورناج اللي تقاسمتوه مع سويلة كلمه في حقه بلاحه نوري سي اون بيرسون اللي عزيزه بزاف بزاف على قلبي نحبو اللي تري تري جينيرو بزاف بزاف قبل ما يكون ما نهضوش التمثيل بالك كاين ناس ما على بالهمش بلي هو ثاني شاعر ويكتب يدير شعر ملحون حافظ بزاف القصائد وكان بزاف يحب التورناج يحب يخدم يحب يضحكنا في الثروزيام سيزون كان مريض في الثروزيام سيزون مريض كان مريض وكان واقف بزاف كنا نجيبوا له كرسي يقعد زعما غير تجي لقطه نديروا اكسون ينوض يخدمها انت تقولي صح ما بيه والو يقعد هذا خلاص حنا كي نخرجوا نكملوا نروحوا للكوليس نقولوا راني نشوف فيك تاك تفيس كديرها بالعاني كديرها بالعاني من بعد كيقول لي ايش بغيتي زويله الجمهور باردون الجمهور راهي قارع فينا صح صح بهذه الكلمه صح 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 برافو عطونا الصوره المواليه جعفر قاسم جعفر قاسم هما في ليكول المدرسه لانه كانت اول تجربه ليا في التلفزيون
بفضل المخرج جعفر القاسم هو اللي عطاني الفرصه تاعي. نشكره بزاف بزاف بزاف. نشكره اللي دار فيا الثقه و اشاك فوا مي بروبوز هكا دي رول يبروبوزيني في الاعمال تاعو. هو فنان فنان يستحق كل التقدير والتشجيع والنجاح، وان شاء الله نشوفوه في السينما وبا نشوف اعمال سينمائيه إن شاء الله. كبيره لانه يستاهل. بعد ما شفنا اليوبوليس اظن انه صح. عنده بلاصتو كمخرج جزائري في السينما. الجمهور تعود عليه في بيان سور في الاعمال الكوميديه خصوصا، وما غير يقراو اخراج جعفر القاسم كل كايا صافا الحمد لله. هذا العام دارنا دار الفشوش، كنا نستنى ونشوف سهيله معلم في دار الفشوش لانه عندك كل المواصفات باش تكوني في العمل تاع دار الفشوش. والله حقيقه هو اقترح عليا، ولكن انا فضلت قلت له معليش ممكن لو كان عطاني دور الحلو لو كان راني خدمت معاه السلسله تاع دار الفشوش. انا نحب لي ديفي انيسه، نحب لي رول دو كومبوزيسيون، نحب ننوع في زعما ما نقعدش في لو ميم روجيستر، ولكن معليش جات الفرصه لدوتر كوميديان بوكو با اللي عندهم بلاصتهم ولازم يبينوا الامكانيات تاعهم. وشفنا مروان في دور الحلو اللي بيان سور اداه بطريقه رائعه، شفناه مختلف على بيبيش على الهاشمي في عاشور على عنتر ثاني كل شدد. ان شاء الله نتمنى له النجاح و العام الجاي بالك في مسلسل درامي بوكو با ان شاء الله. ماذا بينا احمد زيتوني كلمه في حق جعفر قاسم؟ كلمة في حق جعفر القاسم هو على باله بكلش. معليش المشاهدين حنا على بالك احمد، حنا ما من لي ريبونس تاعكم، حنا لهنا على بالنا واش راحين تقولوا، بصح حنا المشاهدين اللي نحبوا لانه ماهمش في الدومين ديالنا. جوستومون جو نحكي على جعفر بالك الناس ما على بالهم. يلا جعفر، بلا الفرصة اللي عطاها لي باش ندي دور لقمان كي كبر، عطاني فرصة واحدة أخرى اللي باش نبين فيها مي كاباسيتي ارتستيك، عطاني لا ميز اوف لا ديريكسيون ارتستيك دو عاشور لعاشر. خدمت معاه في ليكيب تاعو تاع لا ديريكسيون ارتستيك، وخدمت في لا ديريكسيون ارتستيك دو بوست برودكسيون دونك في الجزء الاول في الجزء الاول الثاني والثالث. دونك واش كان يشوفوا الناس تو سكي ارتستيك كوتي سون ايماج تو سا، كنت معاهم انا كنت قايم عليه مع فريق العمل اكزاكتومون. كنت دونك j'ai développé vraiment mes capacités de réalisation. Donc c'est grâce à sa confiance. Li witn مدع فايس اللي انا ماكش نسنا فيهم، كما هي قالت لك مقبله جعفر قاسم مدرسه، انا نقول وي مدرسه يعلم ويتعلم، باسكو هو علمني وتعلم مني ثاني، شوف يتعلم لي جان كما هو يعلم لواحد اخرين، شوف جو يسادابت مع لا نوفال جينيراسيون. مع لي جعفر قاسم في لي تورناج حنا نعرفوه في لي بلاطو دو تيلي ما نعرفوش مليح، قولوا لنا الصرامه ديالو في لي تورناج. واعر قبيح صارم اللي جو يحب الناس اللي يكونوا جور كيما هو، ما يحبش الناس يكونوا هكذا كبر نو، يحب الناس يكونوا جور. الا هو جور يحب واحد ثاني يخدم معاه يكون بلو جور عليه، فهمتي؟ باسكو ليكزيجونس على لو ترافاي الا هو انا تيت شو اكزيجون على في خدمتي، هو تانيت الي بلوس اكزيجون. دونك بصح سو الا قالت لك تقول له قهوه حليب قهوه حليب، ايه خطر هاك مزعف هاكي قهوه حليب تاعك هاكي اشربي اشربي وروحي تقول راسي مانيش قادره نكونسونطري. دونك ما من الناس اللي خدموا معاه كامل اللي شهدوا على خدمته، انا تاني شهد على خدمته. مكتشف المواهب كاين بزاف، مكتشف المواهب يمد فرص تاني تليجان الا لو فلير تاع يعرف ممثل انه راح يمد الا بون اكسبيريونس دو بلوس دو 20 ans. دونك ان شاء الله نشوفوا في اعمال سينما. يضحك هذه معلومه كنت عارفها. ليمور تري ديكالي، ليمور تري تري ديكالي اكزاكتومون. صح هذه معلومه جديده، شنو كاين نحبوا نبيكيكم باش نجيبوا المعلومات. يلا الصوره المواليه سهيله معلم، تقول لنا كلمه في حق هاد الممثلين الثلاث، عندنا عبد القادر جريو حساني وسمير مستر اكس. في ثلاثه صحابي، في ثلاثه نحبهم، في ثلاثه نموت عليهم. سمير مستر اكس انا نسقي له بيكو، معروف ببيكو بيكو اسمح لي سي لا بروميير فوا قولها في بلاطو بيكو، لانه في دار البهجه كان جاب لنا بيروكي لعبت به شفتي له اسمه بيكو دوك من هذاك النهار ولينا نعيطوا له بيكو. محمد خساني صديقي واخي ويضحك ويضحك نحبه بزاف. تانيك عبد القادر جريو كيف كيف، عبد القادر جريو اللي تري تري جينيرو بزاف. باغ كونطخ عبد القادر ماشي صارم،
في الاكبر مثلا راح تكلم عليه كمخرج في الاخراج مارو اي ني با دور افيك لي كوميدي او كونترير فهمتي يلعب معاهم يضحك معاهم بون كيزيد هذاك شويه لانه هو اكزاجيري محمد ما يكون اكزاكتومون كي يبدا اكزاجيري محمد هكذا ولا يبدا بصح الا عيط عيطه خلاص نسكتو كامل سيلونس بلاطو سيلونس بلاطو فوالا نحبهم بزاف عزاز عليا في ثلاثه ما شاء الله عليهم وفوالا نتمنى لهم كل نجاح وتوفيق ان شاء الله. يلا الصوره المواليه تقول لي سهيلة معلم لو كان ما دارتش الدور مع سارة العلامة في أخو البنات شكون من الفنانات اللي منهم هادوما بشرى عقبي ياسمين عماري هضرنا عليها البارح عليها البارح هذه لو كان ما كانتش في وي لو كان ما كانتش لو كان سهيلة لو كان سارة العلامة ما كانتش في الدور معاك في أخو البنات شكون من هاد الفنانات اللي حبيتيها تشاركك هذا الدور علاش هكا أنيسة علاش زيش نجي يلا على بالهم باللي هذه هي شوفي محمد تكلم لي على تكلمنا على بشرى عقبي قالت له سلم عليها بزاف بزاف قال لي بلي جو تروف كي تشبه لك عندها ملامح بروفايلينغ كي تحطي سهيلة تحطي بشرى يبان خواتات اوكي صح بوبليك سي فري اوكي بشرى عقبي نحبها بزاف ما بروميير اكسبيريونس تاني ك فلوديو فيزويل كانت معاه في جمعي فاميلي هنا وين لعبت سا كوبين ياسمين عماري بيان سور في عاشو العاشر ياسمين عماري اللي عندها الهجر وهرانية سهيلة نحبها تانيك بزاف صديقتي هي يعني من وهران مينا الشطر كيف كيف مينا الشطر صاحبتي ملي كنا ماما مينا مي شوفي انا نحبهم في ثلاثه في ثلاثه ما دابيا لو كان لعبوا ميسور مي باسكو علاش بشرى لعبت ديجا معاها في جمعي فاميلي كانت معايا اكسبيريونس ياسمين في عاشور في عاشور ولي مازال كامل ما خدمناش كيف كيف سيمينا الشطر انا بالك جيري مينا الشطر باش تكون عندي زعما تجربه جديده معاها يلا شكرا وعلا. على الصراحه ديالك يلا كون غير حطيت سالي خساره كون غير حطيت يلا اخر صوره او لو لو لا لا جبتونا كوراج سهيلة كوراج على بالي بلي سهيلة معلم متأثرة بزاف كذلك بموت ريم غزالي ça nous a détruit la mort de Rim Ghazali vraiment ça nous a détruit ça صح personne ne s'y attendait واحد ما كان مستنيها كان tellement نعرفوا ريم بالكاركتير la joie de vivre aussi ديالها, la joie ouais. de vivre il y a pas que ça et elle tenait vraiment à la vie c'est ça. donc ما كناش مستنيين حتى الحق باربي دائما وما تغلاش على مولاها صح سي غراس ال اكيد ورينا تصور قال لي كنا نهضروا فيهم انا وياه البارح في التليفون كنا نهضروا عليهم احنا فريق الاعداد جهزنا لانهم هضرنا عليهم كاع البارح اليوم راه كيت وي ريم اختي صديقتي وعزيزه عليا بزاف سي سور اللي ما جابتهاش مع ميغ الله يرحمهم في زوج ريم خلات لي درس في الحياه بعد موتها وي عطتني درس في الحياه elle nous a donné vraiment une leçon de vie فحلة كريمة شاطرة بروفيسيونيل كوراجوز كان عندها واحد الكوراج ما تقدريش تتصوريه صح ما تقدريش تتصوريه سي سا افونتوريير سورتو سي فري كانت تحب بزاف خدمتها تحب تو سكي فونتاستيك تحب على دوري سا Et c'est une vraie productrice, c'était une vraie productrice parce que quand tu as un drame, et elle produisait des produits pour des gens. Sohila, tu fais un homme herbouha dans le monde artistique. Oui, bzaf. Oui, bzaf. Bzaf. Akhir message كان بينك وبين ريم. ريم ما ننساش الخير تاعها، ما ننساش خيرها، ما ننساش واش دارت معايا. دايوغ نعيط لها ساكارين. باسكو ديجا خدمنا كيف مع بعض في سلسله خالتي للاهم وي مع امين بومديان ومفيدة عداس فاطمه حليلو كانت عندي مشكله في لبنان كي كنا في عرب كاستين كانت عندي مشكله كبيره ضيق زبير على بالو بها ايبا رفضت الطياره وجات حتى لعندي لبنان ما كانش اللي يديرها هذه جو بونس با بتيتر ما فامي ما يديروهاش قلبت الدنيا
وي لا دارت حاله 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 هي اللي عندها تري ناسيوناليست تحب بلادها تحب ولاد بلادها ما تحبش الحقره كانوا عندها بزاف بزاف دي كيش يقولوا elle avait des principes elle avait كانوا عندها كانت هكذا ما تحبش تحارب تحارب الحقره ما تحبش وعاونتنا بزاف في Arab Casting شوفي قد ما نحكي عليها المشكل البروفيسيونيل اللي كان عندك في البرنامج وي 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 enfin pro oui professionnel tu peux dire professionnel وهي عاوناتك اخر ميساج بينك وبينها كي كانت مريضه كنت شفتها بلوزور فوا طلعت لباري شفتها بعد ما يعني قامت بالعمليه ايتو شفتها تلاقينا خرجنا ليتي تري تري كونتونت فرحانه بعد دخلنا الجزائر بقيت نهضروا كيف كيف في الواتساب نهضروا تبعت لي نبعت لي ساكارين ساكارين ابخي جا الكوفيد غلقوا كلش دونك دو زون ما قدرتش نعاود لا نطلع ليها لا نشوفها دونك نبعت لها غير في الواتساب الحاله تاعها كانت بدات تسوء ومن بعدك رحت نحوسها كنقول نكلمها على الواتساب ما قدرتش بعدك قال لي الاخ تاعها راهي شويه يعني كصحه متدهوره ما تقدريش تتكلمي معاها اون فوا في 8 مارس بعثت لها ميساج هكا تاع يعني جويس فات ايتو ما رجعت ليش كي ما رجعت ليش شغل بديت نتقلق شويه بديت نعيط للعائله منا نسقسي عليها قالوا لي سافا راهي منا شويه حنا بدينا التصوير 10 ل 10 انا كنت في التصوير كنا في الغابه وي عاد 7 مارس وي سيتي لو 17 مارس 17 مارس انا كنت في غابه تاع بوشاوي كنت في التصوير وانا غير طلع خوها غير نعيط غير احمد خوها اللي دايوغ نحييه قعدت غير نبعث لها هكايا نبعث له نقول له يا دراسه فا كيفاش لانه بالسيف الا جابوا له فيزا باش طلعوا قعدت غير نبعث له كيفاش شفتها كوما الفا منا وبعد يبعث لي ميساج يقول لي ريم ربي يرحمها انا خلاص تما رحت ما قدرتش كانت صدمه بزاف كبيره ليا الله يرحمها ربي يرحمها ربي يرحمها و ريم تانيك مازالها حيه باعمالها وبروحها الجميله جامي جامي جاز علي نهار ونسيتها جامي نسيتها جامي راح ننساها برافو شكرا على هذه الكلمات المؤثره يعطيكم الصحه برافو لكم المشاهدين نروحوا لفاصل ونرجع معكم مع الامبيونس وكمل لي روبريك اللي مازالوا لنا يلا فاصل ونواصل بكم مشاهدينا في الجزء الاخير من البرنامج رشيد قبل ما نروح نديروا دوره ياسين سمعوا حاجه قبل ما نروح نديروا دوره يلا تحت تصفيقات الجمهور يوم زوبر وسالي راهم بوز زعما باسكو ياسين راهو معانا الله يبارك راه كاين سالي تخبل سالي تغني لنا صبر شراش على الحبه تكون لك أنيسة شايب عام لك مستك وقيل خاطش على بالك الكوفيد يعدي وأنيسة شايب تعدي الفروض الفجائية غير عندكم لا غير نحب هاد الغنية مني كنت صغيرة في خاطرك بصح نخليه يغني وبعد نساو شوية لافوا تاعو الور سي لا شونسون تاع جام من الغربي اللي نبغيها بزاف يلا تغمزني وبجفن العين خطر مش هاو خطر مش هاد في قلبي وبنده لك مرة وتنين ولي حصوتي لي حصوتي ما تردي وتغمزني وبجفن العين خطر مش هاو خطر مش هاد في قلبي وبنده لك مرة وتنين ولي حصوتي لي حصوتي ما تردي تذكر دائما واللي تباكيا والناس يضحكون تحمل صالحا لتموت ضاحكا
والناس يبكون تذكر دائما وليت باكيا والناس يضحكون تعمل صالحا لتموت ضاحكا والناس يبكون حن علينا وبنظرة تمر عليا وتحطي وكل مرة تترك حسرة ودموعي تنزل على خدي حن عليا ناو نظرة تمر عليا وتحطي وكل مرة تترك حسرة ودموعي تنزل على خدي وتغمز لي وجهي من العين خطر موشا ترمشها في قلبي وبنلك مره وزرين ولي عصوتي لي عصوتي ما تردي برافو يعطيك الصحه بصح كاينه حاجه مع جاما عندي صوت هكا يحتمني سمع لي زوبر ما نساوش صبر الشراط بيان سور يلا 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 لا حرام عليكم بعد ما سمعت هاد القناه معليش باش نروح نديروا دوره مع رشيد اورجينا حلوه يلا اه يا سهيله وصوب الرشراش في طريق صحابة قبل خوي ما جاش ساكن على النبا ساكن على النبا وياي ولالي لالي يوم لالي 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 يوم لالي 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 يوم لالي ولالي لالي يوم لالي C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne chante pas beaucoup, c'est pour toi, c'est un petit cadeau. Merci. رشيد وينك دينا اليوم؟ اليوم غادي نغتنم الفرصة معنا ممثلين تألقوا بالبزاف الله يعطيهم الصحة كاع اللي راهم هنا معنا ربي يخليهم ويطول عمرهم وأنا على بالي جو سوي سور باللي هما يعرفوا المسرح اللي هو أبو الفنون وسي سور قراوا على المسرح وقراوا على الفنون الدرامية وقراوا على كل شيء وقراوا مام على تاريخ المسرح أنا ما غاديش نحكي لهم على عمالقة المسرح الجزائري بسطرجي قسنطيني علولة كاتب مجوبي هادو لو كان نحكي لهم عليهم غادي نوض لي زبير ويقول لي أنا تاني زعما نعرف أنا بدا بيا نحكي لزبير حاجة اللي ما ينجمش يقول لي أنا تاني أنا غادي نحكي لكم اليوم على تاريخ المسرح كمقر لو تياتر أون لوي مام لو باتي المسرح باين نحكي لكم عليه بون ما كاش اللي نجم يكذب على روحه ويحوس ينافس المسرح المصري المصريين يسون تري تري فورد المسرح لا من ناحيه روعه الانتاج ولا من ناحيه وفره الانتاج بصح اللي قديروا في بالكم باللي عربيا وافريقيا الجزائر هي اول دوله اللي عرفت معنى البنايه المسرحيه بمفهوم المسرح الكلاسيكي الحقيقي كون جو نشوفوا غادي نلقوا باللي المصريين عرفوا المسرح في 19 سيكل المسرح القومي المصري تبناوه او 1860 او 1859 كان مبني المسرح في الجزائر العاصمه في الجي يا في ان تياتر قدام المسرح المصري هنا وين تغيدك من المسرح ديكالا شويه 80 عام قدام المسرح القومي المصري كان كاين مسرح في وهران سموه لو كوليزي كان في سيد الهواري في ساحة الجوهرة بلاس لا بيرل لو ليو دو نيسونس دورون من وهران كان فيها 532 سكنة وبس هذا المسرح لو كوليزي هذا بناه واحد سموه دون خوسي دو غالفيس سيتو لو ماركي دو لا سينورا لو ماركي سيتادير الحاكم لا سينورا سي المنطقة اللي جاية ما بين لو مكسيك
ولي زيتازوني تضرب حتى لا كاليفورني وقت لو نوفو مكسيك هذه كانت تحت الاحتلال الاسباني وهذا دون خوسي دو غالفيس سيتي لو غوفرنور لا كاليفورني اون 1782 الى ايت اكزيلي الوهرن جابوها الوهرن بون انا كي نقول لكم جا اون 1882 والاستعمار الاسباني خرج من الوهرن اون 1792 استادير هذا جا مع لا فان جا مع التوالى استادير هذا قاوري ماشي ولد البلاد جا الجزائر قعد يومين بنى لنا تياتر سي بيزار اون 1844 تبنى لو تياتر لو باسترانا توجور في سيد الهواري في لافان تاع 19 سيكل يافي لي زارين عندو كانوا تاو يعيطوا له ملعب الفراد وين يافي دي زيكسيبوس تياترال كانوا يديروا فيه استعراضات مسرحيه اون 1907 يا لينوغراسيون تاع لوبيرا دورون Par la suite, il y a eu le théâtre des nouveautés, ta واحد سموه بنايون. ومن بعد il y avait le théâtre des variétés. هذه بلا ما نحكي لكم على مسرح باتنا بالعباس عنابه جاية مستغالي مع ولد عبد الرحمن كاكي. استدير انا كي نشوف باللي هذا المسرح اللي عنده رساله يؤديها في توعيه الناس وفي تثقيفهم في المسرح مما تلقى ما تدير او ما يدخلوا عندك الناس يضحكوا ويروحوا لدارهم فرحانين. ماذا بيا الجيل الصاعد اللي راه معنا ماذا بينا يعاودوا يرفدوا لنا المسرح ويردوا للجزائر هيبتها في هذا الدومين. شكرا لكم. شكرا على هذه المعلومات القيمة. يلا معلومات في بلاصتها. سؤال سهيلة معمل سهيلة، هل فكرت كفنانة تروح للمسرح افيك ان سبيكتاكل؟ يعني حاليا ولا من قبل؟ من قبل حاليا. وين راهي التوجهات تاعك؟ اسكو كاين في لو بروغرام دو سهيلة الفنانه لو تياتر؟ نو حاليا ما عنديش ان بروغرام لانه ما فيش عروض، مازال ما واحد زعما مازال ما جاش كاتب نص ولا كاتب قصه كما مسرحيه عرض عليا مثلا عمل مسرحي وقريته باش نقول نوافق ولا لا. لو مومون يا با باغ كونتر لو كان جوغيمي لو كان كنت صغيره اوسي لو كان درت مسرح لانه كنت حابه نديرو والوقت ما ساعدناش لانه كنا في فتره زمنيه معينه العشريه السوداء كانت كان ممكن صعيب شويه صعيب شويه دونك كنا نديرو المسرحيات في المدارس وعاونوا بزاف الناس اللي راهي الان تمثل في المدارس كانوا المسرحيات وواحد اللي عنده لوتخا كان ينحيهم من المدرسه. انا كنت ندير بزاف مسرحيات كي كنت في المدرسه في البريمير وللاسف انا جوغيمي يعني لو كان عملت مسرح لانه وقتاش عرفت وقتاش طلعت على الخشبه كانت في ارب كاستينغ يلا في 2016 وكنت بزاف خايفه بزاف وليك زبير يلي تيموا ماشي حاجه سهله مسرح المسرح كانه لا راديو بالنسبه للتلفزيون نفس الشيء. نساء سهيله عرب كاستينغ دارت حاجه اللي هي صعيبه سي لو تياتر تيليفيزي تياتر تيليفيزي صعيب على التياتر لانه عندك لي كاميرا زائد الجمهور مباشره نجم تشوف لي اصعب اكثر من المسرح غير مع الجمهور زعما قال تشوف لي تروبوزي راه عندك لي كاميرا ما عندكش شنو با دوا ليغور ما كاينش ما عندكش حاجه صعيبه الوقت راه ضايقني وانا جبتوا لي سهيله وزيتوني وياسين الوقت ضيق لكن سهيله خليني انا نطرح لك سؤال اخر على بالي باللي رفضتي وانا اليوم راني حابه تعاودي لي علاش رفضتي بعض العروض بفرنسا لاعمال كانت مسلسلات ولا اعمال تلفزيونيه ولا سينما في فرنسا يعني لا كانت اعمال سينمائيه لانه بصراحه النص ما عجبنيش وما شفتش روحي في الادوار هذيك ما يمثلونيش هذوك الادوار كانت ادوار جريئه شويه وي جريئه ماشي في بلاصتها نعم ما عندها حتى معنى نعم ما عندها حتى معنى رفضتي فوالا ما عندها حتى معنى و سي ان شوا كان اختياري يلا كل حاجه شوفي كلشي من المكتوب وكل حاجه تجي في بلاصتها يلا شكرا على الصراحه ديالك. الان نعاود نولي للممثل الممثل احمد زيتوني اللي يعول عليه كثير في اما اعمال كما نقولوا احنا سينما ولا في المسلسلات الرمضانيه. احمد زيتوني تكلم لي على
دورك في لا ديرنيير غان، وشنو هو كان دورك؟ احكي لنا، حتى ولو رانا حابين نشوفوا العمل، لكن احكي لي الدور ديالك وشنو هو، وكيفاش هذاك العمل لما يكون بلي كوستيم هكذا مع ممثلين فواياج دون لو طون. فواياج دون لو طون، وش من القصه؟ قصه زفيره اخر ملكة الجزائر، وهذه أروع قصة عندنا إحنا كجزائريات في بالنا. زفيرة هي حاجة هكا اللي نحبوها كثير، هاد الشخصية. إيه وزفيرة، ونسي با اسكو هي سي اون ليجوند ولا كانت حنا حبينا نقولوا أنها حقيقة. اكزاكتومون، حنا ثاني في الفيلم كي بينا زفيرة بينا على أنها حقيقة، ما قلناش في التيتخ على فان نقولوا بلي نسي با اسكو سي اون ليجوند ولا كانت اكزيستي. اكزاكتومون، القصة تاع زفيرة كي كتبتها عادلة بالديمناد والمخرج داميان أونوري كتبوها، استوحاو من أحداث واقعية صارت في الجزائر. دوكو بينا في الجزائر في 1516. دوكو في الفيلم راح تشوفوا زفيرة وراح تشوفوا الجزائر تاع 1516 بهذوك لي كوستيم، بالديكورات اللي خدموهم. قصة هي، شوفي، قصة بزاف مشوقة، سي تراجيدي لي جو بونس كو بزاف ناس راح يبكوا، باسكو القصه تبين ملكه اللي كيفاش كانت واقفه، كيفاش كانت تصام، كيفاش يقولوا تصامده امام العدو، صامده قدام عدو، صامده قدام الاحداث اللي صارت لها بعد مترجلها سالم تومي سلاله الثعالبي. الفيلم هذا تحضر له مده 7 سنين. Il a été soutenu par le ministère de la Culture algérienne, il y a comme ça, les Oufoumana, ou grâce au FDATIC, grâce au financement de FDATIC, il y a le film Nder, ou Nder, la première fois, au Mihrajan Venise, les chefs des étrangers, les chefs de l'Alam Koulou, les chefs de Zahir. Je trouve que, comme vous mettez le film, je trouve que les vraiment chefs de Zahir, le film, qui vous l'avez chauffé, وانا راهو لي فيلم الجزائريين، نحب نشوفو بزاف لي فيلم الجزائريين اترافير سو فيلم، نحب نشوفو بزاف لي فيلم الجزائريين باسكو شفنا بزاف فيه ممثلين دو طالون كيما محمد طهزاوي، كيما طارق بعرعره، كيما انا نحب نشوف احمد زيتوني بالكوستيم ديبوكا. وي احمد زيتوني على في الرول تاعي في هذا الفيلم، جيتي ان كورسير، سيتي لو فيلم سي ان بو دي لو بيرات دي كارايب الجزائريين، سي ان بو سا مي سي با دو بيرات دي كارايب، سي متمرد. اكزاكتومون سا، سي ان كورسير، سي ان بيرات اللي كان الدور تاعي هو اليد اليمنى للبربروس بابا عروج، البغا دغوا تاع بابا عروج. استمتعت في الدور هذا، كان عندي دور تاع واحد ميشون جيتي حنقولها لك، ميشون انا فاجتي اموغو دو مونغول. لو ديفي باسكو كان فيه ان ديفي اللي لازم فيه، كان فيه ان ديفي سور لو كور، لازم يافي ان ريجيم اليمونتير. ويذكرك الجمهور من هذا الدور، يعني اديته مليح. Non, non, car on est parce qu'à la fin, chaque présentation qu'on a en cours, on fait le débat avec le public. Et à la fin, tous, ils disent l'Andi Anna, Alèche, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Exactement ça. Et non, le film, il est super beau. Il raconte notre histoire. خياليه مي انسبيري دو فيريال. على بالناش انا شخصيا انيسه شايب ما نعتبرهاش خياليه، لانه ما بوزي لا كيستيون قصه زفيره في ايطاليا، ما بوزي لا كيستيون، قالوا لي اسكو هذه حقيقه ولا اسمو، قلت لهم انا خلوني نتخيلها حقيقه. فوالا خلوني نتخيل الحقيقه نفس الشيء باش نامن واش راني نخدم. ما انا نحب دونك جيسبيغ كو لو فيلم فيغا لو جور ان الجيري، باش نشوفوا، باش تشوف لا نوفا جينيراسيون، يشوفوا ليستواغ تاعهم كيفاش كانت في 1516. Un bout d'histoire, tu as 5 ans, من 1516, si on raconte juste 5 ans avec la période, c'est une très très belle période. On a fait vraiment voyage dans le temps à travers les costumes. Les costumes, les canaux, les décors et tout ça. Les canaux, les costumes, 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 les canaux, les costumes. سهيلة، نعطيك أسئلة هكذا صغيرة جو تاكو تاك في كلمة، إذا كنت اسم فيلم وش تكوني؟ أعطيني فيلم هكذا اللي بالك تشوفي فيه حياتك، تشوفي فيه قصتك ولا تحبيه، أعطيني اسم إذا كنت اسم فيلم. جزائري؟ لا لا، جزائري ولا انترناسيونال ولا لا، ندير جزائري. يا يلا أنا نهضروا على الجزائر، ندير جزائري. عطلة المفتش طاهر. خيبية، إذا كنت اسم أغنية. سهيلة وليلى. زينة 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 وي بقى ما تسوفلي ولا زينة بختة. يلا، إذا كنت شخصية تاريخية جزائرية الآن تاريخية؟ إيه
جميلة بوباشا. برافو. إذا كنت ممثلة بس ماشي جزائرية، إذا كنت ممثلة عالمية شكون تكوني؟ شكون هي لاكتريس لي يلا سهيلة تحبها؟ كاين بزاف. لا لا عطيني وحده اللي كيما كاين بالك وحده تحب ما على باليش انا. خويا جاوبك مونيكا بيلوتي. والله العظيم مونيكا بيلوتي يلا الايطاليه. لي من تقولي على باله على باله يسوف لي على باله واش نحب سهيلة. لي من تقولي لي من تقولي للانسان اللي ظلمك قولي له ظلمتني بصح اليوم نسامحك جبد لك اسمه بصح علاكم تهضروا فيك شوف زبير وحسن ما يعرفش عايشين لي حياتي توجبوا في مكانه سهيلة ما تعاونوهاش باش تخرج صادقه لا ريفونس شكون نقولوا ايه لهذا الانسان ولا انسانه بيان سور لي ظلماتك سهيلة على بالك بلي ظلماتك بصح اليوم تقولي لها سامحتك بصح حنا ما سامحتهاش من حقك حبيت نشوف رياكسيون تاعها من حقك من حقك تقدري تقول كاين ضيوف قالوا لي ما نسامحوش على فكره حسبي الله ونعم الوكيل تري بيان تما الحاله ماهيش مسامحه واللي من تقولي انه انت يا بالك غلطتي في حقه ولا في حقها واليوم تقولي لها سامحيني لما نقول نقول كاع اللي بوتيت خلي ظلمتهم ولا كشما ما نقدرش نضر باسكو انا ما نضرش الانسان بس ولكن بالك غلطت في حقهم ونقول لهم سمحوا لي من قلبي لكن سامحه سهيلة ما كاين شخص ولا مرا ولا راجل معين هكذا نو ما عنديش يلا اخر سؤال باش ما نكثرش عليك لي من تقولي توحشتك توحشتك لريم غزالي ما رحمه الله يرحمها شكرا على الصراحه ديالك يلا الكويز ميوزيكال باش نختموا البرنامج ياسين سالي رمزي رمزي تعطيني اغنيه قبل ما نروح للكويز يلا يلا ما بقالناش الوقت يلا الا راكم حابين تسمعوا هذا من الوالو راه داير مسكين راه واجب في مكانك راه عطاني كاع لي ريبونس سهيلة ما واجب في والو احمد هو اللي يعرفني تقيمي ما نساتكش هيا يلا رمزي اعطيني اغنيه قبل ما نروح للكويز كيف اغنيه نغني ولا لا لا غني بلا جيتار وكلش هيا معايا لا لا نعطيك لا لا ولا ولا نو ماشي تغني لي ايميتي لي مغنيه مثلا يلا هادو هما الفروض الفجائيه باينه غالب نعم ماك ولفت وانا شانتي اول بيان سي لو فا Je sais que tu n'es pas le même, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a à mort, Yadine? Mais c'est le rat. Allez, allez, tout le monde est soi. لا لا هو عنده يحب يميتي بزاف يلا كيفاش ماساكري لو فرونسي هذا فوالا يلا عطونا الكويز المقطع الاول دونك سهيلة زبير احمد اي رشيد مجموعه اي بيان سور ياسين سالي ورمزي والبيبليك نو الى الببليك منا الببليك منا لا لا هما مرضى خطوها واش عليه واش عليه الببليك منا ومنا لا لا ما كاش ببليك باسكو من بعد ضجيج بزاف ما كاش ببليك خلاص ما كاش اسمعوا كي تشوفوا نحصلوا تشد سهيلة مع يلا عطونا المقطع الاول
الحاكم صالحي اكيد هادو الاغاني حتى اللي نديرهم في الكويز هادو اغاني اللي نحبوهم ونضنا عليهم. نشكركم على هاد الكويز. ياسين نكملوا معاك حاجه خفيفه بيان سور. يلا نكملوا مع فينال. يلا تاع لا فينال. مازال نمد لكم ام بعد كي حطوا جام في ستوري. يلا هي مالاتك نخلو جينيريك تاع البرنامج يطلع بالاغنيه. نمد لكم كلمه اخيره ونكملوا معاك بالموسيقى سور بلاس. يلا هو كي حطوا جام في ستوري لي كي كان يديروا لي ريبيتيسيون اي تو بعثت الجام قلت هذا هو راني حاسه هذا ولا حيربح ايفيكتيفمون ولا غير ربح. يلا خلاص سهيله شمات بلا حرب. يلا نقول كلمة أخيرة ونكملوا معاك بالموسيقى. سهيلة شرفتينا اليوم. أولا نقول لك سلمي بزاف بزاف على الأب ديالك. يلا من هذا المنبر نسمو على أب سهيلة معلم وقولوا له مبروك عليك العمرة. الله يسلمك إن شاء الله عمرة مقبولة إن شاء الله يا ربي. ميرسي بوغ لانفيتاسيون أنيسة. يعطيك الصحة. على بالك بلي الوقت يجوز بالخف سورتو معاك. ميرسي الجمهور. ميرسي الحضور اللي جاو معنا اليوم. جمهورنا صحة رمضانكم. ونتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير. يعطيك الصحة. شكرا احمد. كلمة أخيرة وشكرا على قبولك دعوتنا. كلمة بوغ لي فان الناس اللي دعمك وتحبك. يعطيك الصحة أنيسة. يعطيكم الصحة بيبليك لي زانفيتي فال سالي محمد زبير. الله يحفظك. محمد جزاك الله خير. شي داكور. يعطيكم الصحة جي باسي أون أغريابل مومون. يعطيك الصحة. جو ميرسي أوسي بيبليك اللي راهو يتبعنا إي كي نوز أنكوراج. Je reçois toujours leur amour et inchallah ma khair ou khair inchallah. Merci beaucoup. يعطيك الصحه ياسين. خالدي كلمه اخيره قبل ما نكملوا معك بالموسيقى. تما كي جات هذه الخطره الاولى انا نفوت في ميسيون تي كنت تري بيان هايل والله لفت الشابه زعما. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. وعلى بالك بصح نعطيك ان سكري نقول لك حاجه سر باللي كي جيت مع انيسه تجوز بارتو. واو يعطيك الصحة. بليزير مام الشيخ تاعنا. ميرسي بوكو. ربي يخليك الله يطول عمرك. سي مانيفيك. مام الفنان تاعنا باينة. ما نزيدوش كلمة. إيه صحة رمضانكم وصحة فطوركم. يعطيك الصحة. إن شاء الله نتلاقوا في ساعة. إن شاء الله أكيد تكون لنا فرصة أخرى. يعطيك الصحة سالي. كلمة أخيرة. استمتعت مع هذه الجلسة الطيبة. إي سي لا ميور إيميسيون ملي بدينا رمضان. الله يبارك عليكم. Notre émission publique. يعطيك الصحة رمزي. هي ستان بليزير اليوم كنا هنا في هذه الجلسة مع سهيلة معلم. هي كما يقولوا معلمين ملاح. معلم باسكو هما يا ربي. وتربية مليحة. دوكا باغ اكزومبل كما معنا زيتوني. زيتون ثاني وغالي في الأسواق الجزائرية. يعطيك الصحة رشيد. يعطيكم الصحة سيدي عقريا. ربي يخليكم. تحية للجمهور وصحة فطور كاع الشعب الجزائري وشكرا. يعطيك الصحة شكرا على لا روبريك ديالك زبير. اختي انا أول حاجة بيبارك لك على السيرتات. نورمالمون والله نورمالمون رياليزاتير يدي ديك السيرتات كرون بلون. خلاص فكرتيني بسالي فكرتيني بفاميلتي. فكرت ديكيني زمورة. سيرتات هكا ما شاء الله. والله غير جاك شباب. صحيح. والله. شيخ نقول لك صافي بليزير. صحيح شريك. والله صافي بليزير كان لي الشرف اني حضرت وكنت معاك وغنيت لي وسمعت لك. شرف ليا. سالي. ماغري العداوة ما كاش الودنا نتلاقوا غدوة. رمزي سي لو مومو تروح للدار تي صغير تعاود الهضرة. رشيد خويا ربي يخليك. خويا كبير تايا وشكرا على المعلومة تاع التياتر هذه ديتها من عندك بورتو قريت عند الأساتذة وما عطاونيش هذه المعلومة. شكرا لك رشيد. ربي يخليك. محمد زيتوني حبيبي نبوس يجيني بوس هي اللي باغي بوس على شعرها. سوسو اختي سوسو اختي وحرب وعندنا عندكم ماضي مشترك. بيبليك نموت عليكم. يلا انيسه نقول لك بخير بخير. شكرا بيبليك تلاقوا غدوه كيما اليوم مع انيسه شايب سهرانين بالسيرتات. يلا مشاهدينا نشكركم على هذا الوقت اللي قضيناه كيف كيف. تلاقاو غدا نفس التوقيت نفس القناة قناة واحدة قناة البلاد تي في في برنامج واحد برنامج
أسارة معي ومع كل الممثلين اللي رافقوني في تقديم هذا البرنامج. نكملوا بالموسيقى. نعم بالموسيقى مع الفنان الصاعد اللي راه معنا تحت تصفيقات الجمهور في أمان. هذه في خاطرك سهيلة. صحيت صحيت. ونعاودها لك غير ما كان وانتي سبب عذابيه. اه يا قليل ما فوتها وسمحت في حقي ضربات جيب فيا وعليك اللاق روحي نسيتك عاديه. اه الا راكي جايه تطلبي السماح ونعاودها لك غير ما كان وانتي سبب عذابيه. هاي قليل ما فوتها وسمحت في حقي ضربات جيب فيا وعليك اللاقي روحي نسيتك عاديه. ياك حلت علي قلبي ما غاديش نسامحك. اي وانت يا لي خاسرتني وانا يا رابحك. يا كحلت علي قلبي ما غاديش نسامحك. اي وانت يا لي خاسرتني وانا يا رابحك. اي ميرسي بيا على جسدي العيان مارسي فيا العديان وعلاش فيا سكرتي. اي انتي يا واه يا بريمو فحلا هرستي قلبي وعطيتي قتلا فكرك ويلي نسيتي.